كيفك؟ أبوك عايش حياته برا على كيفه ومرتاح على الآخر، وأنا عمري عم يضيع هون ويخلص بهالسجن. كيف بدي يكون؟ انسى. كيفك ماما؟ حكي لي شو أخبارك؟ نفس الروتين أمي، بروح على المدرسة وبرجع. أمي تمام. اتصلت فيك امبارح قلتي لي إنك بالسينما. ايه بس امي انت ليش توترتي لهالدرجة؟ اجام لاني بعيدة عنك، اجباري بدي خاف عليك. كيف كان الفيلم؟ ظريف كتير، رومانسي كوميدي، سلينا يعني. امي صحيح، مع مين رحتي من رفقاتك؟ قليلي شو لو البنات؟ مو معهم، جداد ما بتعرفيهم. إجا ما عندك رفقات ما بعرفهم؟ أكيد عندي أمي، مو كل رفقاتي بتعرفيهم أنت. مين هنن قولي؟ بتعرفيهم منيح وبتوثقي فيهم لدرجة تطلعي معهم؟ أمي شو هالحكي هاد؟ يعني أكيد ما رح روح على السينما مع عالم ما بعرفهم منيح. تمام. وفي حدا؟ في شي شاب بتحبيه إجا؟ صراحة ايه في هيك شي. قلي كيف الشغل؟ ما بعرف، مو كتير بيهمني شغله لأبي بصراحة. لك معقول انت؟ هذا شغلك انت مو شغل أبوك؟ آخر شي كل هالشغل برأيك لمين رح يروح؟ لألك. حق معك أمي، خلاص رح أهتم فيه أكتر. لا مو أكتر، لازم تهتم بكل شي. أنا بدي تمسك كل شي بإيدك أنت يا قلب، كل شي أسسته أنا كله كرمال عيونك، مو كرمال حضرة جناب أبوك الواطي. أنت حابة لهديك البنت؟ أمي شو جاب هالسيرة؟ أنت رح تصير رجل أعمال، وقتك ما لازم يضيع، لهيك عيش حياتك انبسط، هذا حقك. بس العشق والمسخرة بيضيعوك تماماً مثل ما ضاع أبوك من قبلك. أمي أساساً نحن رفقات بس مو أكتر. حاجة بقى، حاجة تقلي رفقات، هالصداقة طولت كتير. أنت مو بحاجة لرفيقة يا عيوني، أنت بحاجة للقوة وبس، وأنا يلي رح أعطيك هالقوة، فهمت؟ بتقلع هالشرشوحة. بس أمي ما في بس ابني، ممنوع بقى تشوفها لهي البنت، عم تفهم علي؟ ايه. طيب حكي لي كيف شخصية ترفي؟ من المدرسة هو مو هيك؟ ايه من المدرسة هو اكيد، من وين بده يكون لكان؟
أساساً مو كتير هالموضوع مهم أمي. نسي؟ هلأ أحكي لي أنت شو عم تساوي؟ كيف عم تقضي وقتك هون؟ ماشي الحال، منيحة أنا، منيحة. هون أحياناً هنن بيعطونا شغل لحتى نتسلى شوي، وأنا طول الوقت مشغول بالي عليك، وكمان بطلع بمشي بالساحة شوي وهيك. انتباه انتباه، انتهى وقت الزيارة. انتباه انتباه، انتهى وقت الزيارة. إيشام لا تنسي شو قلت لك يا روح. تمام تمام، أصحك. الله يوفقك يا روحي، لا تشغلي لي بالي حبيبتي. يا روحي يا حظي. يس. يس، برافو، بنص السلة. فكر باللي حكيته، اترك هديك البنت، خليها تطلع من حياتك. ايه؟ خلصني من هالقصة، ماشي؟ تعالي معي ماما. انتبهي على حالك، تمام؟ ماشي يا قلبي. إيجا بحبك يا روحي. وأنا بحبك أمي. تمام، يلا حبيبتي روحي هلأ، ماشي؟ يلا يلا بنتي روحي، الله معك، كل شي تمام. يلا اطلعي. شوفي انت منيح؟ صاير شي مشكلة مع امك يعني؟ لا، بس في عندي شغل كتير ضروري ولازم روح بحكي معك بعدين.
إحنا كنا مثل السكرانين بهالباحة، كنا عم نرقص على جروحنا وجواتنا في وجع كبير. مو بيقولوا الطير بيرقص لما يذبحوا الوجع؟ كان جسمنا موجود بعالم، وعقولنا وقلوبنا بعالم تاني تماماً. حسرات؟ تعالي كلي معي، ما في أطيب من الجانرك، دوقي. يسلموا، شكراً حسرات. ليكي شو؟ ممكن أحكي تليفون ضروري إذا بتريدي، لازم حاكي إيجا. الموبايل معطل. حسرات بعرف إنه الموبايل مو معطل، لو سمحتي ضروري عم قلك. قلنا لك الموبايل ما عم يشتغل معطل، خلاص دينيز. ماشي، ليكي طيب، وإذا قلت لك بعرف كيف نطلع عزراء من المنفردة، بيشتغل التليفون وقتها؟ قلي لي شلون رح تطالعيها؟ معك مفتاح المطبخ حسرات؟ اعتبري معي، أنت لاقي طريقة طالعيها فيها؟ وأنا بعمل لك قفل جديد للمطبخ إذا بدك. تمام. يلا لكان، يلا. أعطيني التليفون. فهمت. بس لا تاخدي راحتك وتطولي بالحكي. ها حسرات. شبك؟ شو الأسرار الخطيرة اللي مخبتيها مثلا؟ روحي عنا. ألو، هاكان نايم؟ دينيس، أنتي منيحة؟ هاكان، ليش ما عم تهتم بإيجام بنوب؟ شو عم تقولي أنتي؟ دينيس، شو صاير؟ امبارح اتصلت وكانت برا، واليوم وقت شفتها بالزيارة سألتها وين كنتي ومع مين، ما حكت لي وصارت تلف وتدور، بس قالت في عندها حبيب. مين هو حبيبة؟ بتعرفوا هاكان؟ قلي. هلأ إيجام صار عندها حبيب؟ يعني أنت ما بتعرف؟ معقول؟ أصلاً كيف بدك تعرف وحضرتك مو مهتم بهاي البنت بنوب؟ اسمع، ضروري نعرف مين هذا الشاب، فهمان؟ أنا سألت عنه بس ما رضيت تحكي لي أبداً. دينيز، يعني إذا قالك ما قالت لك بدها تقلي إلي؟ شبك أنت؟ شو أعمل يعني؟ احبسها بالبيت وسكر عليها الباب وإجبرها تحكي لي، شو بساوي؟ قولي. والله ما بعرف، بس لازم تلاقي شيء أسلوب وتحاكيها. اسحاب الحكي من تم سحبه، حتى إذا اضطريت الحقه وعرف مين هاد. خلصني بقى، صرف هكا، أنت برا مو أنا. دينيز شبك؟ بدك يعني ألعب محقق مع بنتي وإلحقها؟ معقولة هذا الحكي؟ ليكي مستحيل إلحقها، أنا مستحيل لاحق بنتي أبداً يكون بعلمك يعني. والله إذا اضطرينا بدك تلحقها، يعني مع مين عم تروح؟ من وين إجت طلعات المسا هلأ هكا؟ يعني معقول أنت ما عندك فضول تعرف؟ أكيد عندي فضول، معقولة ما عندي؟ عندي، بس أنا بوثق ببنتي دينيز، يعني بعرفها منيح، خليها تعيش حياتها. تغلط وتتعلم من غلطها عادي، ما أنا صغيرة، صارت صبية، خلصنا بقى دينيز. حلو كتير، خليك هيك، حشتك جاهزة فوراً بس كرمال تريح حالك، ما هيك؟ وأنا بوثق فيها كمان، بس القصة هلأ مو إذا منوثق فيها أو ما منوثق، المشكلة هي الناس يلي حواليها، هنن اللي ما بنوثق فيهم. عم تستوعب؟ لسه مو واعية، هي طفلة، هي بريئة وطيبة كتير. دينيز اسمعي شو رح أقلك. إيه؟ ليكي عن جد أنا بخاف على بنتي كتير كتير، بس واثق فيها، وهي حرة شو بدها تعمل؟ فيها تطلع راحتها وما مضطرة تقلي ومو ناطر منها تقارير يومية، اتفقنا؟ عم تسمعي؟ إيه صح، وأنت حرك حالك شوي وروح اسأل، بتوقع أنت لازم تخاف على البنت ولازم ينشغل بالك. خلصينا. على كل أنا لازم أسكر. هكا ليك الله يخليك، كرمال الله كان انتبه عليها لهالبنت. يلا بقى دينيز اتحركي، فرجينا شطارتك لشوف. يلا اتحركي. يونغا، يونغا،
انتي من وين لقيتي هاي؟ مين عطاك اياها؟ انتي بالاول بدك تقليلي من وين لقيتي البضاعة يلي فوتتك على المنفردة، وبعدها انا رح قلك من وين جبتها. انا قلت للكل اني جبتها من عزراء. يونجا يا روحي، الكل بيعرفوا انه كلامك مو صح. قلت لك من وين؟ قليلي من وين؟ ايه ماشي تمام، انا كنت رايحة على الحمام ولقيتها بالارض وبس شفتها اخذتها. تمام، يعني عزراء بريئة؟ ما سمعت، علي صوتك. عزراء، عزراء بريئة، منيح هيك. خديه. أزلم، ممكن تجي لعندي شوي؟ ضروري. بما أنه ما عندك شجاعة تسأليني، أنا أجيت لعندك. قولي. ما فهمت. حكيت مع أزلم؟ إيه المعنى أوكتاي؟ بعرف انك شاكة فيني بخصوص موت نهال خانم. لا أوكتاي، انا شاكة بالكلهم. وطلبتي من أزلام تستجوب الكل؟ ليش انا؟ ليش؟ شو هاد؟ هذا الشيء اللي خلاني شك فيك أوكتاي. تفرج. هذا هو؟ يا ريت لو بالأول حكيتي معي وسألتيني قبل ما تشكي وتخلقي أوهام. تمام أوكتاي، أعتبر إنه سألتك هلا. أنت حابة تعرفي الموضوع؟ مرة طلعنا أنا ومراد بالليل، تعرفي إنه نهال ومراد كان بدهم إنه يصير عندهم طفل. يعني هنن كانوا عم يخططوا بيحسبوا الأيام وهيك، وهي جنت لما طلعنا سوا وصارت تكرهني، وبعدها أمرتني ناوي بثلاث أيام ورا بعض، ثلاثة، وأنا أكيد انزعجت. حكيت معها جنت وبلشت تتصرخ علي طق عقلة على وين عم تاخد زوجي ومع مين عم تطلع وتسهروا. أنا بعرف إنه وضعهم معقد شوي، بس على كل هي هي القصة وهي هي المشكلة. إذا بدك نادي مراد واسألي وهو بيحكي لك. ليك لا تواخذني لأني شكيت فيك أوكتاي، بس إذا حدا شاف هذا التسجيل أكيد حيشك. كان فيني روح وأعطيه للنائب، بس قلت بتأكد بالأول من القصة. إذا كنا نحن ما منوثق ببعضنا، كيف بدك يانا نحول كلها سجن لمكان آمن؟ فهميني صح كلامي؟ وبالأول لازم نحكي ونأسس علاقة بيننا. لو سمحتي إذا بتكرر هيك شيء أو استغربتي بشيء فوراً بتجي وبتسأليني، ماشي؟ لو سمحتي. آسفة خانم، في شي ضروري لازم تشوفيه فورا. تمام منشوفه. جيبوهن على مكتبي بهالثانية. شو هاد؟ شو هالمسخرة هاي؟ بدي تبرير منكن اتنيناتكن. أنا رح أشرح لك كل شي. أنا ما قبلت إنه عزراء تضل بالمنفردة وهي بريئة من هالتهمة، لهيك أنا فكرت بخطة ساوية وخليت يونجا تضعف وتحكي لي الحقيقة قدام الكاميرا. لهيك وقفت قصداً قدام الكاميرا مشان الكل يشوف. وأصلاً إذا بتدققي منيح تسمعيها عم تقول إنه عزراء بريئة. ماشي، وإنتي وين لقيتي؟ قولي. جوا المطبخ.